يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحضنك باب الحوائج يا ابن الفضل العباس. يا ليتنا فوزا فوزا عظيما. هيهات انت تفوزها تفوزني او ان داعية الاسى فزفوني أنا ويوم الطياف أضرب في الحشا جذوات حرب من لظى سجيني في خير أنصاري براهم ربهم للدين والعالم التكوين حتى إذا قطعوا علي طريقهم يا بسداد جيش بارز وكمين حسموا يدي وهامه وضربوه في يا عمد الحديد فخر خير ضعيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي يا وسري قومي بل أعز حصوني لمن الوايا أعطي ومن هو جامع يا شملي وفي ظنك الزحام يقيني يا بفطر مرايا البيت أسد يا ام الشريعة مذبوح لكن ذبحته يا صعبة وفجيعة حتى من الزندي في أنا قطيعة كاظم على السيف ويصول بغير جفي ويصيح يا زهر الزمان وداعت الله يا يحزين في شاي اللوايا يا كستخلف يا الله يا قطع وجفوف العدا ولا خاف ومن الله يا وعظم الاجر لما رجا يا عدو لما لابنين من مبلغون ام البنين رساله عن والين بشجائه مروني لا تسال الركبان عن ابنائها في كربلاء وهم أعز بنين إنا لله وإنا إليه راجعون. تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد.
الله يجزيكم بالخير احبائي، رعايه لاحترام المجلس، ونحن نامل ان الارواح المقدسه والملائكه الاكرام تكريما لهم واحتراما للهدوء ورعايه للهدوء، مو فقط بالصلاه الموبايلات تطفا، انما في المحاضره والتعزيه مسؤولان كاتبين، لكن غفله يصير من باب التذكر والتذكير. الرجاء اطفاء التلفونات الموبايلات لانه تسجيلها اكو يشغل ويلهي. بارك الله فيكم، صلوا على محمد وال محمد. حشرنا الله وإياكم وجميع خدمة الحسين تحت لواء أبي عبد الله الحسين، صلوا على محمد وآل محمد. الثالثة لتعجيل فرج مولانا بقية الله وقضاء الحوائج ودفع الكرب النصر المؤزر لأتباع أهل البيت، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللعن الدائم على قاتليهم أجمعين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. من الملاحظ لمن يتأمل بعناية ورعاية أن آيات ثلاثة وردت متتابعة متتالية بتنسيق رائع بعد آية الكرسي في القرآن الكريم، وردت وكلها تثبت وتتعرض لقضية فيها دلالة على قدرة الحق جلت عظمته، وخصوصا في مقام الإحياء والإماتة، يعني قدرة الله تبارك وتعالى لا نهاية لها. وقد سبق للحق جلت عظمته في آية الكرسي أن تعرض الحق ربنا جلت عظمته لبيان سعة ملك الله وعلمه وإحاطته بالموجودات ما يرى وما لا يرى مما لا ندركه ولا نتصوره. وإليكم لمحة سريعة حتى أربط بين هذه الآية التي تليت عليكم ومحاججة إبراهيم عليه السلام مع نمرود، ولو لم في القرآن لم نشاهد ولم نقرأ اسم نمرود، وسأبين إن شاء الله
السر في ذلك حسب ما ورد في التفسير ارتباط آية الكرسي بهذه الآيات جاءت متتالية. ما هو الارتباط والعلاقة والتنسيق؟ لأن سبق في الآية العظيمة آية الكرسي بيان وتعرض لسعة ملك الله وقدرته، جلت عظمته وعدم إحاطة الموجودات بعلم الله تبارك وتعالى إلا إذا الله جل وعلا أطلع أحدا من أوليائه وعباده الخلص، لاحظون، بشيء من أسرار الخلق أو مكنه من القيام ببعض الأمور التي يختص الله تبارك وتعالى يختص الله بها، مثل الإحياء والإماتة اللي هي من شؤون الرب جلت عظمته، أو علم الغيب أو ما شاكل ذلك، التصرف في عالم الخلق والكون، ألا له الخلق والأمر. لاحظوا، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. المفسرون لهم آراء بالنسبة إلى الكرسي. أنا أعود الآن إلى مسألة محاججة إبراهيم ونمرود، بس ربطنا بالآية السابقة، لأن هاي الآية جاءت آية 258 مباشرة بعد آية الكرسي في سورة البقرة. تخلص آية الكرسي هم فيها خالدون، ثم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي حاجج ولكن علم الله جلت عظمته وملكه يعبر عنه بالكرسي والعرش، إلا أن العرش أعظم من الكرسي. نقرأ في النصوص قضايا رمزية وليست يعني وهمية، لها حقيقة تدل عن عظمة تدل، لكن ليست مادية، قضايا معنوية وروحانية. فالحديث فيه يدور عن محورين اليوم. المحور الأول ربطه، المحور الأول ما المراد بالكرسي وما هو؟ المفسرون يقولون هو علم الله جلت عظمته أو قدرة الله. العرش قدرة الله اللي فوق الكرسي، ولذلك ورد في التعبير في رواية من جملة روايات رويت في الكافي الشريف وفي كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى بيان عظمة الكرسي والعرش، ومقارنة بين سائر المخلوقات ونسبتها إلى الكرسي. إليكم الحديث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يروي شيخنا الكليني على الله مقامه، يقول دخلت زينب العطارة تبيع العطر والطيب، عطارة بمعنى العطر، تبيع الطيب، تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأشراف باعتبار حرم النبي ما يخرجون، أمروا بالحجاب، لهم فد عناية واحترام، وقرن في بيوتكن. فالمرأة هي تجي إلى بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبيع العطر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا زينب إنك تدخلين بيتنا تطيب بيوتنا بطيبك بك، يعني تحمين الطيب العود وما شاكل ذلك. قالت بيوتك بطيبك أطيب أكثر وأشد طيبا بطيبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ما جئتك هالمرة لكي أبيع الطيب، جايك في مسألة مهمة، أعطيني على مقدار عقلي واستعدادي ومستواي، جايك أسألك عن العرش والكرسي، سعة العرش وما هو العرش وما هو الكرسي. قال لها يا زيد، حديث طويل كان في التوحيد، علق لو ما علق امشي، احنا الان نبهنا يظهر نسوا ان الموبايلات يطفوهن،
وما أسانيه إلا الشيطان إلا أن أذكره. نسأل الله أن ينبهنا، نعوذ بالله من النسيان. أحبائي، قاعد أسألك الذي راح أسرع الحديث أختصره، العرش والكرسي المقصود في الآية الكريمة. قال اعلمي ما السماوات والأرضون والأفلاك والكواكب والبحار والصحاري وما يرى وما لا يرى إلا كحلقة سلسلة تنقطع، حلقات، حلقة في صفاء، في أرض، في صحراء، إلها نسبة، أو فص خاتم صغير، يعني نسبة خلق الله الكون وما يرى وما لا يرى، العوالم والسماوات السبع والأراضون السبع والأفلاك بما فيها. وش الصور عند الكرسي؟ إلا كحلقة في فلات. ثم قال وين؟ بالنسبة إلى الكرسي، يعني الكرسي أعظم. طيب شنو يعني هذا الكرسي؟ يعني قدرة الله، قهارية الله، تصرفاته. ثم نفس الشيء كرر، وما نسبة هذه مع الكرسي عند العرش إلا كحلقة في فلات. إذن حتى أضفنا الكرسي نفسه، الكرسي شنو باعتبار؟ الآن أنا راكع على المنبر أتكلم مثلا، يعني أهيمن على ماذا؟ المستمع، أجذب أنظار المستمع. أهيمن يعني شنو؟ أتكلم إذا كان كلامي مرضي ومعقول، أتكلم بما فيه فائدة إن شاء الله. وهذا الأنبياء يطلبون هذا الشيء، بحيث واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يتكلم في فائدة عامة. أنا الآن ما أخذ من وقتك ثلاث أرباع الساعة، واليوم هم أقل راح يصير الساعة 9 نختم إن شاء الله، أو 5 دقائق أو 3 أرباع، لأن وقتنا محدد. المفروض أنا مسؤول عن هذا الوقت الثمين، أنت تعطيني وقتك تخرج بنتيجة في المعلومة، حديث تربوي، أخلاقي، كلمة حكمية، أدب، شعر، أقلا دمعة، هاي الدمعة الثمينة، مصيبة الحسين، تفاعل إنسان. والحديث الشريف عن الرضا سلام الله عليه، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يعني يتفاعل بيطيعه، وهي العبادة من مصدر الموال. على كل حال، وأما العرش أعظم من هذا، يعني ذيك نفس النسبة قارنها إضافة إلى الكرسي مع العرش، مدى سعة حين الملك يجلس على العرش. ونحن لسنا نقول بالتجسيم، والله ليس كما يقول غيرنا، فهذا هو حديثي. ابن تيمية يقول، ابن بطوطة، المجسمة موجودين الحلولية، بس هذه مراتب لها، أن ذات الله تحل في شيء. اللي يقول بالتجسيم ما ينشط المواهب اللي عنده، يجمدها، يسموهم أهل جمود الوقوف على النصوص، ظواهر الكتاب حجة القرآن الكريم، يتعاملون معها بدون تأويل، بدون تصرف. يقول لك لا تتصرف، لا تأول القرآن الكريم. الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن الله جسم. النظرة الأولى بمعنى الابتهاج، ناظرة النظرة الثانية، ناظرة اكتب ضاء تنكتب، ضاء مو ضاد، مو ضاد، ضاء. النظرة والنظر مشاهدة، إذن الله جسم. طيب أنت التزمت بهذا، ما قرأت الآية الأخرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. التزموا بظواهر القرآن الكريم وقالوا إن
الله يقول الرحمن على العرش استوى، وهنتكلم عن العرش حديثنا قلنا. إذا العرش مثل عرش الملك حين يجلس على عرشه، والقرآن وارد ذكر العرش كثير، الملائكة اللي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربك ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما إلى آخره. المسألة مو مسألة مادية، كناية عن سعة الإحاطة والجبروت والقوة والعلم والقدرة. كن فيكون. سيد الموحدين أمير الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، انظر الكلمات النهج بلاغة، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الله جل وعلا إذا سميع وبصير، مو بهالبصر، تنزه عن مجانسة مخلوقه. أنا سميع بالأذن، عقل عندي إن شاء الله هالمقدار، خلايا المخ إذا تنشط أنشطها، عندي عقلي ودماغي وشعوري وإحساسي وإدراكي وعواطفي. الله جل وعلا عطوف، الله جل وعلا سميع بصير بلا لسان، يوصفه أمير المؤمنين في نهج بلاغة. وأما بالنسبة إلى أفعاله، هذا سبب الذات، أما الأفعال يقول زين العابدين في دعائه العظيم في صحيفة السجادية، يا من تحل به عقد المكاره. لاحظوا التوحيد، التوحيد اللي يتجلى، ويا من يفتأ به حد الشدائد إلى أن يقول، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرت بإرادتك فهي بإرادتك دون قولك مؤتمرة. الأشياء كلها بالإرادة، ما يحتاج تقولها كن فيكون. تصوير جاي لنا حسب عقولنا في القرآن الكريم، يرسم لنا بعض الأمور حتى يقرب المعنى إلى الذهن. فهي بإرادتك دون قولك مؤتمرة، مؤتمرة بإرادتك، تعلقت مشيئتك وإرادتك بهذا الشيء، خلص تحقق ووجد وحصل هذا الشيء دون قولك، ما يحتاج يقول. فالله ليس كمثله شيء. طيب، يقرؤون القرآن الكريم، نظرية مدرسة التجسيم أن الله جسم، جمدوا على الظواهر بدون تصرف للعقل، بدون تحليل، بدون الله جسم، الرحمن على العرش استوى، خلاص عرشه، يد الله فوق أيديهم، جسم يجلس على العرش له يد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام له وجه. ولذلك يقول ابن بطوطة الرحال المغربي المعروف، كنت في مسجد دمشق سمعت ابن تيمية، أحمد بن تيمية، على المنبر جالس يصف قرأ الأبيات، وأن الله يجلس على عرشه، وكما في البخاري وغيره وارد، لا تزال تقول جهنم هل من مزيد، حتى يضع الله قدمه فيها ساقة فتقول قط أو قطني وعزتك كفى كفى. ويروها في تفسير قوله تعالى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الله يكشف عن ساقه ويخلي رجله في جهنم، لأن هي تطلب المزيد، هل من مزيد؟ الله يخلي رجله ويشيل ثوبه حتى لا يحترق، دجداشة لا تحترق، أو لا يظهر مشمر مثل ثوب دجداشة قصيرة مثل الجماعة، لعله ما أدري، يوم يكشف عن ساق، الشكل يقول، فتقول قط قط كافي. زين، هذا الجمود الحجر، انا ما ادري، هذا ابن بطوطه يقول. ثم قال، سالوني عن اوصافه، اوصف لكم عينش كبرى ايدش كبرى، رب هذا المدرسه لابد. ثم ان الله ينزل يجلس على الارش فيعط الارش اطيطا، يعني الصوت يصير فيه في اعتبار،
شدة الثقل للرب وعظمته. ثم ينزل من العرش كنزولي من المنبر، فنزل من المنبر. هذا ابن بطوطة راح عليه. زين، مو المقصود هذا. طيب، ليس كمثله شيء، ما تقرأ؟ ليس كمثله شيء. هذه شاملة، ما تقدر شيء. أنا شيء لا كالأشياء، ورد في الحديث القدسي ليلة الإسراء والمعراج. هاي ليس كمثله شيء، يعني أنت ما تقدر تشبهه بالبشر، لا بي أنا، لا بالنور، لا بالمادة، لا بالحيوان، لا بالملك، لا بالشيء. هو خالق. عقولنا لا تتحمل أكثر من هذا. قيل لأمير المؤمنين سلام الله عليه: ما التوحيد؟ قال: ألا تتوهم. توحيد كلمتين. شوفوا رب الفصاحة، لا تتوهم، لا تخضع الباري إلى حساباتك مخيلتك، لا تتوهم. هذا التوحيد. ما العدل؟ قال: ألا تتهمه. كلمتين كلمات اختصار. لا تتهم بظلم ولا بأي شيء أبدا مما يخل. بعد هاي القدرة، قلت هذا المحور الأول، ربط الآية هذه آية الكرسي بالآية التي تلتها مباشرة: ألم تر اللي تليت عليكم في أول محاضرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا هو المحور الأول في حديثي. بعد ما بين قدرة الله وسعة ملكه، طبعا ما راح اذكركم تفسير آية الكرسي، هو هذه محاضرات عديدة فيها كثير ذكر وكثير قصدي، بس هل المقدار وربطه بالآية الثانية. تكلم عن قدرة الله وسعة إحاطة علمه وقدرته ونفوذ أمره. رأسا رب العالمين يذكر لنا نماذج ثلاثة، أنا أكتفي بواحدة منها. ألم تر إلى الذي حاج، أي حاجج إبراهيم في ربه. لماذا حاججه؟ شنو خلاه يحاجج في مسألة طبيعية بديهية، مسألة التوحيد؟ يا من دل على ذاته بذاته، سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، مثال التوحيد في دعائه يوم عرفة: الله أكبر، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أم كيف يستدل عليك بما هو مفتقر إليك؟ ماذا فقد من وجدك يا رب؟ الذي حصلك وقلب عامر بالإيمان، شنو ما عنده؟ ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الذي خاسر ما عنده التوحيد، قلبه ما إلى مكانة إلك، ما يعرفك، بعيد عنك. لو يملك ملايين دنيا كلها الكرة الأرضية هو خسران. ماذا وجد من فقدك؟ ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هذا دعاء الحسين في يوم عرفة. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. شوفوا التجسيد التوحيد فيه سلام الله عليه. وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنت ما تحتاج في كل مكان وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل مكان. وين ما اتجه اللهم أجلت عظمته التوحيد، ترى آثار عظمة الله، فانظر إلى آثار قدرة الله في كل شيء. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. طيب، من هذا الرجل؟ القرآن الكريم هذا دأبه. يقول مفسرون، الله يقدس روحه، السيد أستاذنا السيد سبزواري رضوان الله عليه السعب الأعلى في التفسير كان يذكر لماذا أخفى القرآن الكريم بعض الأسماء. تلاحظون أسماء ذولا لتفاهتهم ما يستحقون الذكر. هناك رأيان، هذا هو نمرود طبعا المتجبر الكافر المشرك المعاصر ليه إبراهيم، أكشف الربوبية لتفاهته أو للاختصار، لأنه لو يريد يذكر كل القضايا
ما يكون القرآن الكريم بهذا الحجم، يكون شنو؟ مئة مرة، ألف مرة، إذا كل الجزئيات تذكرها بكل الأسماء. نعم نذكر اسم إبراهيم، يستحق الذكر، ليش؟ اسم الأنباء، أسماء الأنبياء، لأن هو صاحب القضية وفقع القضية كما يقولون. أو لا، هناك رأي ثالث، الله جل وعلا بإبهام يقول ألم تر إلى الذي منه هذا، حتى تبحث، هذا يكون مدعاة لماذا؟ للبحث، للتفقه، للتحقيق، حتى تسأل وتبحث وتطلب، حتى تنشط الحركة العلمية والمواهب المودعة عندك. ألم تر إلى الذي حاج، أي حاجج إبراهيم في ربه، في شنو؟ مسألة القدرة، قدرة الله، وقلت لكم الرب، لأن الله ذكر في آية الكرسي القدرة والنفوذ هنا، يقول بعد ما ذكرنا هاي عظمة الله، إذا يجي نمرود والنمروديون والفراعنة والملحدون يتنكرون لهذه القضية الفطرية البسيطة. زين طيب طيب، ما هو سبب المحاججة؟ الله يذكر هذا، إذ آتاه، أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك، يعني سبب الطغيان والتبرد والمناقشة ويا إبراهيم، يقول له دليني على ربك، وأنا أرني ربك، إيش بلغ من قدرة الله، راويني إيش يقدر يسوي، مدى صلاحياته ومدى قدرته. أن آتاه الله الملك، الملك أحد أسباب الطغيان، الملك هذا الغنى والثروة والزعامة والرأس، أموال عنده، ملك عنده، موجود النمرود. والقرآن الكريم يقول في مكان آخر في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى طغيان، يكذب، كذب الثمود بطغوا، يوصل يكذب البديهيات. طيب يقول له اذا، هذا المحور الثاني نريد نعرف من هو، اسم عزير والقضيه معروفه، عفوا في القضيه الثانيه عزير هذا نمرود، والقضيه الثانيه او كالذي مر على قريه وهي خاويه، هناك يكتمها الاسم هم يذكر حتى تبحث حتى تحقق كما ذكرنا. وهي ثلاث قضايا، إنما ذكرت الثانية عزير والثالثة وراها بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا تتعلق بإبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. سبحان الله، ثلاث قضايا، اثنين منهم تتعلق بإبراهيم عليه السلام، وحتى قضية عزير، كلها تصب في مصب واحد، مسألة الخلق والإحياء والإماتة. لاحظوا ثلاثة مرتبطات بآية الكرسي، قدرة الله جل وعلا، جايات متناسقة شيء ورث. أولا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الثاني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. والثالثة قضية سؤال إبراهيم عن كيفية الإحياء، بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير. فخلوني مع هذا الفهرس، كان مرور سريع، أركز على حديث نمرود وإبراهيم عليه السلام. أن آتاه الله الملك، كذب بالبديهيات، بالتوحيد، يقول له بين لي باب ذا بلغ من قدرة الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. مسألة الإحياء والإماتة ليس أمرا سهلا بسيطا، قلت بسيطة، أنا أحيي وأميت، يخدع قومه، كيف إحياء والإماتة تحيي وتميت؟ ما تختص بالله فقط، أنا قال لهم جيبوا سجينيا، واحد محكوم بالإعدام رأسا
أطلق صلاح أحييته، اعفو عنه، مرسوم جمهوري أحييته، ما منفذ به الإعدام أحيا خلاص أحييتها. الثاني رجل بريء قالوا قتلوه أمدته هي الإحياء والإماتة، هذه مغالطة. فاستخف قومه، ما يقول بالنسبة لله فرعون يضحك عليهم جماعة، يقول نعم وهذا صحيح، لأن هو يغلق عليهم العطاء، وعده وعيده فلوسه تهديد، خلاص الكل يقول له نعم. وطاغية العراق اللي قريب عهد كان قبل هلاكه وبالثمانينات وأيام الحرب المفروضة، شعارات اللي الله انتقم منه، نسأل الله أن ينتقم من زمرته وأصحابه وأسياده وأتباعه، كلمة شعاراتهم، إذا قال فلان لا قال العراق لا، إذا قال صدام نعم قال العراق، قل نعم خلاص خلاص ما أكون مناقشة. واحد منهم يقول له سيدي الغلط مالتك إذا أخطأت هو صحيح، فكيف الصحيح؟ الخطأ مالتك هو صحيح. نسأل الله أن يطهر البلاد من طهر العراق، ويريح العباد من براثنهم من ظلمهم التكفيريين والظلم والقتلة، ويرد كيدهم إلى نحورهم، وينصرنا عليهم ونصر المؤمنين، ويشفي صدور كل قوم المؤمنين. فيسخر بقومه، قال له هاي الإحياء والإماتة ما ناقشه، لأن هذه مغالطة. فهو استدل واحتج بأمر آخر لما يقدر أن يجاوب، يبقى حائرا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طلب ثاني، الله جلت عظمته مبرمج نظام الكون، الشمس من المشرق تغيب فأتي بها، عندك قوة يلا تدعي الربوبية وتنازع الله وشافك الله. ورقى نمرود سوى العملية الصعود إلى السماء لكي يذبح الرب، ماكو مجال أذكرها، والعملية دهاء وشيطنة، صعود رقي إلى الفضاء، شال القوس والنشاب والسهام والنبال، بالفعل رماله بسهم، قالهم رميت قتلت، سبحان الله أصاب السهم طائر، السهم هنا شي يصير ملوث النصل مالته طبعا بالدم، قال لهم خلاص قتلت الرب إبراهيم قتلته، هذا السهم ملوث راح الحرب الله، لكن الله كيف فعل به؟ كيف أذله بعد ذلك؟ الله يا مذل كل جبار. قال فأتي بها من المغرب، يلا عندك قوة بتعبيرنا، عندك مراجل يلا شوف. فبهت الذي كفر، ما يستطيع شيء يقول القضية هنا، فجاء أسلوب آخر الذي خجل أفحمه أمام أصحابه ورعيته، بهت الذي كفر وسقط ما في يده والله لا يهدى. نمرود الله تبارك وتعالى أذله، والطغاة هذا مصيرهم. وأنا بختام حديثي، أنا ما باقي إلا دقائق، أذله وإذا ذاك الطغيان وذلك الجبروت وذاك الإنسان الذي يخرج لحرب الله ويناقش إبراهيم ويخدع ويسخر بالرعية، يستعبدهم يستعمرهم هو وفرعون وهكذا كلهم، شداد ومفروض مواغيد التاريخ، إلى التاريخ المعاصر شفنا وعشنا رأينا الذل الحمد لله للطغاة، ذلك الذي كان يدعي ما يدعي أخيرا وإذا في جحر يستخرج جحر، لو كان عند مراجل. سبحان الله العظيم، نمرود أخيرا ابتلي به
صداع، ذبابة. الله جاعل هنا هاي المادة الصفراء سمية بها، إذا دابة، إذا حشرة، إذا شيء جسم غريب وأنت نايم يدخل في أذنك حتى لا يخترق الطبل ولا يأذيك، يوصل إلى داخل جهاز السمع وهل لا يسبب خلل. شوف الحشرات تموت، مادة صفراء مرة. الله أراد ينتقم على أضعف بواسطة أضعف المخلوقات وأتفهها، ذبابة، ضبة، بعوضة دخلت إلى أذنها، ظلت تعيش ما تموت، تدوي. يقول طائرة نفاثة جابوها، شايف الماطور؟ طائرة نفاثة تدوي برأسه. كيف الله يريد يذله؟ يضربوه بالأحذية، أقرب الناس إليه يقدم له التحية، السلام عليكم، يقدم له خدمة بدل ما يقبل إيده، أو ينحني له بالحذاء بالنعال يدق على راسه حتى يفوق شوية راسه. شوف شغل ربك جل وعلا شلون. نعم يا قهار يا جبار يا مذل الطغاة، أرنا الذل فيهم، أعداء أمير المؤمنين وأعداء العراق وأعداء الإسلام وأعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء المسلمين، اللهم انصرنا عليهم. يلا شوي اهدأ بالنعال بالحذاء، بعد ما يكفي يريد الضربة أقسى، وإذا بالمطارق بالشاكوج مطارق دقوا شوية أفوق شوية اهدأ، راسه صارت ركية، جحة صارت للدهنة يتفلش إنه يقوم يلا يرتاح. هكذا أذله الله إلى أن هلك. نعم، وما ربك بغافل عما، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون بالدنيا راويهم الذل. الإمام الصادق في دعاء علقمة اللي تقرأ بعد زيارة عاشوراء يدعو على ظالميه، اللهم اضرب بالذل نصب عينيه، للذل أره الذل في ولده في نفسه في ابنه بداعي اللازم. سبحان الله. طبعا هذا ما يشفي الغليل، الطغاة قتلت أهل البيت لقوا مصيرهم من أمير المؤمنين وقالت إلى ما عاش ثاني يوم، يوم دفن الإمام قتلوه ولقي مصيره، والإمام أوصى به خيره ضربة بضربة. اللي قدمت السم للإمام الحسن سلام الله عليه مناها يزيد بالزواج، مناها معاوية بالزواج من يزيد 10,000 دينار، أعطاها المال لم يفي، قالت له وين أنت شلون؟ إذا قلت الحسن وإحنا نزوجك في يزيد ولي العهد، طالبت بوفاء العهد، قال لها أنت غدارة، بناتش فلوس غدرت بالحسن، يزيد مو أشرف من الحسن مقام، أم واحد يذلك مبلغ من المال تفتكينه بيزيد، وابتليت قاتلت الإمام الجواد زوجته أم الفضل بنت المأمون، الإمام دعا عليها رمى كلها بفقر لا ينجبر وببلاء لا ينستر، ابتليت في أقبح وأقبح، ظلت تستعطي بنت الخليفة على الجسر. هاي الطغاة مصيرهم. يزيد قاتل حسين وابن زياد، ابن زياد يوم صارت الثورة ثورة المختار، أمراء جيش المختار في الكوفة صاروا يمسكوه إلقاء قبض عليه، عبد الله الخزاعي من أمراء المختار يبحث عنه، اختفى اختفى، يريد يطلع هارب مدة، شاف تفتيش كل بيت، أخيرا شاف له واحد قال له مكاري، قال له جيب الحمارة مالتك، شدني ببطن الحمارة، بطنها تحت حتى لا يشوفوني، وذب علي في الستر لا يغطيني، بطن الحمارة من جوا ذليل مكتف يدي ورجليه بطن مو فوق يغطوني، يعني إذا فوق ينعرف، طلعني بالليل من الأزقة هربني، وطلع بالفعل طلع. وأخيرا قتل على نهر الزاب، نهر الخازر بالموصل، بيد إبراهيم بن مالك الأشتر رضوان الله عليه، صار شطرين، كان يستعمل المسك دائما، عنده فد رائحة
بيها أسنان رائحة كاملة. كانوا تعرفوا بين الأجساد جسد أبي طيب المسك هناك ذيك العلامة، أنا بيدي قتلته. على كل حال ولقوا مصيرهم، قتلة الحسين شر نتيجة الطغيان استجيب دعاء أبي عبد الله فيهم هذا التجاوز. نفس يزيد: يا أيها القبر بحوارينا ضمنت شر الناس أجمعين في حوران هلك، ابتلي بالآكلة هلاك في لسنوات عاش بعد الحسين في جوفة في 14 ربيع الأول مثل السرطان، آكلة في جوفة وهلك. وبني العباس يوم حكموا أحبائي نبشوا كل قبور بني أمية، استخرجوا عظامهم وأحرقوها. أبو العباس السفاح أمر، قرأت في التاريخ، شوفوا النتيجة: الدنيا وآخرة والعذاب الآخرة أخزى، ما عدا قبرين من خلفاء بني أمية، قبرين سلموا ما نبشوا قبورهم، عمر بن عبد العزيز ومعاوية الصغير معاوية الثاني. يعني معاوية نازل من الخلافة واستقال، قال أكو أولى مني زي العابدين، أبي غاصب جدي غاصب كان، معاوية الصغير قالت بنسى على قبره بن شام موالي ومحب أهل البيت، هذا قبر معاوية الصغير، نازل وسموه. وعمر بن عبد العزيز عنده فد موقف فدك أو منع سب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بقي طلعوا عظامهم أحرقوها. أنا ما أقول صحيح مو صحيح، لا تناقشني، أقول هاي النتيجة، ما جاء أقرر أقول هذا العمل صحيح ولا التمثيل ولا حرق العظام. لا يحاسبني أحد صوتي وبث في الإنترنت عبر غرفة الله يجزاهم خير، غرفة أنصار، غرفة الحسين الأحبة. إحنا جاء نذكر رواية أقول تشجيع تأييد، هذا ما يتلقى مني، أنا أقول نعمة أقول هاي النتيجة، أثر الوضعي للطغيان، يذلون. عمر بن سعد دعا عليه الحسين، ومنا انتقل إلى كربلاء وإلى المدينة. سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، يا ابن سعد قطعت رحمي كما قطع الله رحمك. يحصل الأمان من ما من قائد الثورة، قائد الاستفاضة، من المختار الثقفي، أمان خلاه بجيبه لأن خائف. وقد أرسل ابنه، هل يذكر بسوء حين أراد أن يفلت وينهزم؟ هل يذكر في مجلسه دائما يجيبون طارية دائما يخلي عليه رصد يقول له تخبرني تقارير؟ أخذ الأمان خلاه بجيبه، ما لم يحدث حدثا ركب الدابة لينجو ويفلت، العيون والرصد عليه الجواسيس. قيل المختار ان ابن سعد عمر بن سعد افلت، قال لا يفلت لا ينجو، في عنقه سلسلة، في عنقه طوق. يا طوق دعوة المظلوم الحسين وين في وجه الامام؟ يوم يبرز علي الاكبر ارخى عينيه بالبكاء وقال اللهم هو الإمام أنذره وكأني برأسك على قصبة يترماه الصبيان من الكوفة. سلط الله عليك من يذبحك على وين يروح؟ دعوة مظلوم الحسين إمام معصوم، رجعت به دابته غفى نام على حماره، رجعت به الحمار إلى بيته، قالوا أصحاب اقتحموا بيته علي برأسه، اذبحوه على الحالة التي هو فيها. ودخل وإذا القوات اقتحمت، توا خالع سلاحه صاح علي بجاء يا جاري علي بسيفي، بطيلساني يعني سيفه، لم يمهلوا ذبحوه على وسادته، ذبحوه عمر بن سعد، جاء بالراس، جاء بالراس، قام شكر الله سجد الله شكرا ووقع بنعله على خده. ابن جالس حفص في المجلس قال له تعرف هذا الراس؟ تعرف هذا الراس؟ قال بلى ولا خير في الحياة بعده. قال من قال لك تعيش؟ ألحقوه بأبيه رأسا. المختار عنده غلام قال سبحان الله سبحان الله، قال ليش سبحت تسبيح حسن؟ قال أقول عدى الله جل وعلا هذا الراس براس الحسين وراس حفص ابن عمر بن سعد، ما
راس علي الاكبر قلنا لو قتلت نصف اهل الارض شبه هذا الراس بذيك الراسين لما ساوى اصبع من اصابع جود مولى ابي ذر وبالفعل اهلكهم الله وانتقم منهم لكن هذا هل يشفي الغليل احبائي؟ نعم بعض الشيء نعم ما اجيل مروه ما اكتحلت هاشميه لم يشاهد الدخان في بيوت اهل البيت 5 سنين حتى ظهر المختار قام يتبع القتل قتلها الله نياحه معقوده مأتم للرباب تجلس في حراره الشمس تبكي الحربه تقول لسكينة اين عنك ابوك واهلك اين عني وعنك الحسايا يا انجاوي يا ين عني وعنك حسيا يا الجناية أبي مستجنين شيخ البهائي رحمه الله يذكر قالت أن لا تستظل بسعر خطبها الأشرف قالت ما أتخذ حوا بعد رسول الله تبكي بلوعة حرارة الشمس تقول لها العقيلة زينب رباب أنت وفية صحيح تحولي الى الظل ليش تبكين بالشمس قاعده؟ قال سيدتي لا تلوميني لقد رايت بعيني جسد العزيز ابي عبد الله في حراره الشمس فكيف استظل بظل بعدي والله لحرم علي لبس الجديد وانصب عزاكم ليلة العيد مأتم للإمام السجاد وحفيده مأتم للعقيلة زينب مأتم لأم البنين النياحة معقودة يقول السجاد عليه السلام ما مررت على دور آل عقيل إلا وخلقتني العبرة ماذا يقول فيها اطفال ما بيهم احد طفوا بس ارامل حتى الاطفال الاولاد مسلم ما بقى حتى الاطفال بس نجاء ثواكل اه يا دارهم والله لو اطيج واحلف يمين الله قبليج لما يجي يا دارها كم واحد فقدوا بأس الجهل أولاد أميومي أولاد الحسن آل عقيل آل جعفر آل الأكبر قاسم كم واحد آه يا دارهم كنت زهية كانت بنادي لك مضية والله سموح شمستي بس محمد بقى من أهل ابن أمير المؤمنين محمد يطلع لاستقبال الإمام السجاد يوم ما جت المدينة على أثر نداء بشر يا أهل يثرب يقولهم ما لي أرى المدينة تموج بأهلها شو الوضعية قال له الحسين أقبل لم لا يأتني سيدي أنا مريض قيل إنه ينتظرك خارج البلد سعيا على الرأس لا سعيا على القدم ابن الزهراء ابن رسول الله ينتظرني أسرجوا فرسة 4 من غلمان أخذوا أطرافي داروها في طيح صدق مشى خطوات سمع الناس يبكون المفروض الناس قريرة العين ليش البكاء ليش البكاء اللون يبكون لمقتل مسلم بن عقيل مشى خطوات انطلق سمع صوت وحسينا صاح فعلها بنو أمية ملأ الله قبور شرارهم نارا سقط مغمى على وجهه أسرع الغلمان إلى الإمام السجاد يا ابن رسول الله ادرك عمك قبل أن يموت أقبل الإمام السجاد أخذ برأس عمه طبعا وضعية مجدية يبكي أفاق محمد لعل سقط قطرات من دموعه سقطت أفاقت عين علي هذا زين العابدين هذا قال بلى يا عم أين أبوك الحسن أين عمك العباس وين هو البيت موحش
الحسين مو وياكم، طلعتوا وين والان رجعتوا؟ وين اخوي؟ وين عمامك؟ وين علي الاكبر؟ يقول ليتيم يا عم الفيت. يقول ليتيم يا عم الفيتك ومن ذل اليسرته ونعتنيت. يا عم من اخوتك مو من اهل بيتك، عدل وياي غار الحرم ما تايم. يقول لي يا عمي جيتك يتيم، واذا جلس يعزي واذا بالعقيله وصلت تتفجر كالبركان، شايفة آلام تعتب أخوها. يا محمد يا أخوي أشعوقك عني ما لحت بظهرها. لما شاف زينب العقيلة جاية متغيرة أنحلها المصاب، قال هذه زينب، زينب الهاشمية، هاي زينب بنت اليمين. أنكرها، هي هذه متغيرة. قلت لأخوي لا تقول هاشمية، قل زينب البسملية. البسملية. قل لأخويا كتني يا محمد والاخواي، والاخواي هضم يسعر بدلالي يا اخوي، والاخواي يا نجيتك لا ولد عندي، والاخواي يا والله عفتهم جثث برض الغاي. نذر علي لين عاد. إلهنا ارحمنا فرج عنا، اسالك اعزاز دينك وعلى كلمتك عجل فرج وليك، وان على المرضى بشفاء والعافيه. اللهم صل على محمد وال محمد واحشرنا معهم في الدنيا والاخره. تغمد الماضين منا برحمتك المؤسس وتقبل عملهم، ولامواتهم وامواتهم وارواح العلماء والشهداء وخدمه اهل البيت من سلف هذا الجمع جميعا، سيما المرحوم خادم الحسين حج صاحب دار الحيوان مات على الايمان. الفاتحه مع الصلوات.